إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة إذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون تنفخ فيها فتكون طائرا بإذني وتبرئ لكم ولبرص بإذني وإذ تخرج الموتى تخرج الموتى بإذني وإن كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم فقال الذين كفروا صح.
فتنفخ فيها فتكون طائرا بإذني وتبرئ لكما ولبرص بإذني وإذ تخرج الموتى تخرج الموتى بإذني وإن كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا وإذا أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة قلوبنا ونعلم أن قد
تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا
ما دمت
فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. فلما Yeah.
الأنهار خالدين فيها
لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة فإذا أقسم بالهدى
وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين ولقد رآه بالأفق وما هو بقول شيطان رجيم فأين تذهبون إن هو إلا ذكر تشاء